السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني الأعزاء، تبارك الله عليكم والله يحفظكم. إخوان ديالي، كنت كنقول لكم في فيديوهات إن شاء الله الرحمن الرحيم، راني غادي ندير لكم درس على الاحتفاظ بالإطارات الزائدة، يعني الإطارات الزائدة اللي كتكون في وسط الخلية اللي فيها النحل، والإطارات الزائدة اللي هي ديال الدومي ديال الميني، وهو هادو إطارات ديال الميني، يعني سالينا منهم، ما بقيناش غنخدموا بهم. انا كانوا عندي في المناحيل كلها وفين كاينه، يعني كاينه كانت عندي في المنحل في جهه اخرى، المنحل انا عندي كل طرف في النحل، يعني كله وفين حطو. دابا جمعت هاد واحد البركة هي هنايا عندي، وبغي ندير لكم درس كيفاش ديرو باش تحتفظوا على الإطارات باش ما كتضربهمش التونية أو لا دودة الشمع أو لا الفراشة. يعني الإخوان ديالي كلها شنو كيقولها، كاين اللي كيقول دودة الشمع، كاين اللي كيقول الفراشة، كاين اللي كيقول لها التونية. حنا كنقولوا لها الفراشة او لا التونية او لا دودة الشمع، يعني هادو بعد كنساليو منهم وكنحطوهم، ما كنحيدو منهم العسل وكنحطوهم، كنحتفظو بهم باش ما تدخلهمش الفراشة وتضيع علينا هاد الشهد هذا اللي هو نقي كما كتشوفوا معايا. هو هذا غادي نحتفظوا به باش غادي نخدموا به ان شاء الله الرحمن الرحيم الى بقينا بالحياه في العام اللي قدامنا ان شاء الله، في العام الاتي. هادو اخواني الاعزاء من اللي كيكونوا عند النحل ومحتفظ بهم ونقين، هادو ديال الميني، يعني كتسمى الميني او لا ديال الزياده الصغيره كلها شنو كيقولوا. كاين اللي كيقول عاوتاني مثلا في هاد الميني هذا، كاين اللي كيقول الميني، كاين اللي كيقول الزياده الصغيره، كاين اللي كيقول العساله الصغيره، كلها وشنو تيقولوا. اخوان ديالي، الرباح اللي عند النحال وهو هاد الاطارات هادو من اللي كيحتفظ بهم وكيبقاو لون قيين، الا كانوا ديال العسالات الصغار كما كتلاحظوا معايا، العساله الصغيره هي هادي كما كتشوفوا معايا، هادي عساله صغيره، هادو الاطارات ديالها كنحتفظوا بها وكنحتفظوا بالاطارات ديالها باش كيبقاو لينا نقيين. ملي كيجيب الله التيسير وكندخلوا الليمون وكيكون النحل عندنا خدام، يعني في المرعد الليمون وكيكون عندنا النحل خدام وكنعطيوه الميني بحال هذا مخدوم، النحل ما كيلقاش صعوبه، مباشره كينقي واحد شويه، ينقيه الا كاين شي حاجه فيه كينقيها، يزاوطها على برا، يلوحها على برا ديال الخليه، وكيدخل العسل مباشره، ما كيحتاجش مثلا ياخذنا الروتار وعاد يبني لينا شمع جديد، شمع الاساس ولا شي حاجه. كيكون عندنا هذا مخدوم كنعطيوه له، الا جاب الله التيسير وكان العام زوين وكانت الشميشه والليمون منور مزيان، ماشي غير الليمون،
يعني الليمون ولا السدرة ولا أزير ولا الخروب ولا أي حاجة دخلتي لها، وعندك الإطارات مخدومين، وكانت الماكلة موجودة ولا في الكاليتوس ولا في شي حاجة، وكانت الرعية موجودة، يعني كيكون الرحيق على برا موجود مباشرة، كيدخل العسل ويعمر لك بلا ما يحتاج يبني. هذه هي الطريقة إخواني الأعزاء علاش كان نحتفظوا بهم باش نخدموا بهم في الوقيتة ديال العسل إن شاء الله الرحمن الرحيم. أنا غنوريكم الطريقة باش غادي نحتفظ بهم أنا بطريقتي وكنديرها كل عام. هاد الإطارات هادو راني خدمت بهم في الليمون العام الفايت، وخدمت بهم هاد العام هذا ولكن ما جابش الله كما عرفتو كما شفتو معايا، يعني كانت شي بركه في الاول وفي الاخر ما بقاتش. انا احتفظت بهم كلهم كما كتشوفوا ها هما عندي هنا، احتفظت بهم، وكاين اللي عندي في وسط العسالات في وسط الصندوق، وهالاخرين من ورايا هنا يعني كتار. انا جبت منهم واحد الفياج البارح دخلته هنا، واليوم راني غندير لكم به درس ان شاء الله باش تعرفوا اخواني الاعزاء المبتدئين كيفاش تحتفظوا على الاطارات ديالكم باش تخدموا بهم العام الجاي ان شاء الله الرحمن الرحيم. هادو نفس الطريقه اللي غندير لهادو كنديروهم للزياده ثاني اللي هي كبيره، الاطارات الكبار اللي كيكونوا في وسط الصندوق. الطريقه اللي غتشوفوني غندير لهادو راه كنديروهم حتى الاطارات الكبار ثاني عاوتاني في الزيادات الكبار. لاحظوا معايا اخواني الاعزاء، عندنا عساله هي هذه عساله صغيره ميني. لاحظوا معايا انا درت لها شبكه ديال الغربال من هنا كما كتشوفوا من التحت باش ما تدخل لها يعني حتى حاجه من الجهه التحتانيه. عندي هاد الطبيله هادي، هادو هاد الطبله هادي كنحط عليها، عندها 4 درجيلات كما كتشوفوا. هاد الطبيله هادي عندي منها شي بركه كنحط عليها النحل، البلاصه اللي كتكون غنحط فيها النحل رسمي، كنخلي فيها هادو. ملي كنحط النحل في الشتاء في البليصه بحال دابا هاد البلاصه اللي راني فيها، كنحط فيها ليامات ديال الشتاء كلها حتى كنمشي الليمون. عندي من هادو يعني بركه كثيره كنحط عليها الخاوي، عفوا كنحط عليها الخليات ملي كيكونوا عامرين باش ما كيتقاسوش ليا بالبروده من التحت. هادي كنحطها بحال هاد الطريقه هادي اخواني الاعزاء، شوفوا معايا كنحطها بحال هكا. كنجيب العساله اللي هي عساله صغيره كنحطها فيها بحال غادي نحط خاليه. لاحظوا معايا اخواني الاعزاء هاد الطريقه كيفاش دايره، كنحطها بحال هكا، عندها قرياج من التحت ما كتدخل حتى حاجه، كنحطها بحال هكا. كناخد الاطارات اللي عندي كنحط واحد بحال هاد الاتجاه هذا، هنا واحد، هنا واحد، هنا واحد كما كتشوفوا معايا هكا هكا. إذن شحال درنا هنا؟ هذا واحد، هذا جوج، هذا ثلاثة، هذا أربعة، هذا خمسة، يعني عندنا 5 الإطارات هنا. غنديرو واحد خور هي 6، هادو 6 الإطارات، 6 الإطارات في كل عسالة، يعني كما كتشوفوا إخواني الأعزاء ما متقاربينش، يعني كاينين 6 ديال الإطارات في وسط العسالة. ها واحد الله، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، 6. كنخليو
بيناتهم شويه ديال الضوء ما بين هذه وهذه باش كيطلع معاهم البرد، وكناخذوا عساله واحده اخرى كما هي وكنديروها فوق منهم بحال هكا، كنقدوها. واذا كانت الخليه ديالنا كتجي مثلا ما مقداش وكيبقى لينا منين يدخل لينا الحشرات من الجنب، كنجيبو السكوتش وكنديرو لها السكوتش في الملاقية بحال هكا. كنعاودو نديرو اخواني الاعزاء الاطارات ديالنا كما كتشوفو عاوتاني، واحد الله جوج ثلاثة أربعة، والإطار اللي كنحطو من الفوق كيجي اون فاس الآخر من الفوق بحال هكا، بحال غتحطوه فوق منه بحال هكا، كنحطوه اون فاس ديالو بحال هكا، يعني فوق منه مباشرة بحال هكا، فوق الآخر اللي لتحت. ملي كنطلو وفوق الخلية ديالنا بحال هكا كنطلو عليها من الفوق، كنلقاو الإطارات ديالنا واحد فوق واحد مباشرة، وما بين واحد وواحد كيبقى الضو كيبان لينا حتى للشبكة لتحت. كنستمرو بحال هكا إخواني الأعزاء، الإطارات اللي هما في الطرف ما كنكحزهمش، يعني الطرف بحال هكا. انا كنخدم معكم بشويه باش تعرفوا كيفاش دايرين. هذا الاطار هذا ملي كنطل من فوق منه كيبان ليا الارض، ما كيبان ليش الاطار التحتاني، يعني مدرك بهذا بحال لاحظ اطار واحد. كنعاود نجيب يعني عساله واحده اخرى عامره فيها واحد الله جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، كنحيد منها الإطارات اللي غادي نحيد منها، كنحيد منها أربعة، ها انت بقى واحد الله جوج ثلاثة أربعة خمسة، هذا ستة. إخواني الأعزاء مهما وكنريقل الخلية ديالي مزيان كنطلع الإطارات كتبان لي الأرض بحال كيجيب لك الله كاين إطار واحد. نعاود نجيب عسالة واحدة أخرى نحطها فوق منها، نعاود نحط خمسة ديال الإطارات واحد فوق واحد، الإطارات ديالنا نقيين كما كتشوفوا معايا ما فيهم حتى حاجة. علاش كنديرو اطار فوق اطار؟ باش ملي كيدخل لينا الريح من التحت اولا كنبخروه كيطلع لينا الريح، كيطلع كله ترس يعني الاطارات اللي غادي نبنيو، وملي كنديرو الكبريت وكنبخرو به كيطلع لينا التبخيره حتى كتخرج لينا من الفوق. هكا إخواني الأعزاء كتستمر الأمور كما كتشوفوا معايا. قلت لكم إلا بقات لكم شي فتحة ما بين العسالة والعسالة كديروا ليها سكوتش باش ما كيدخلش لكم الحشرات من الجناب.
على كوا. عاوتاني اخواني الاعزاء كما كتشوفوا خمسه ديال الاطراس، خمسه ديال الاطارات نفس المشكل، واحد فوق واحد كيجي فوق منه مباشره. ملي كنطل بحال هكا كيبان ليا بحال كاين اطار واحد، ما كاينش اطار فوق اطار. واحد الله، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ها ستة. نعاود نجيب عسالة واحدة أخرى. يعني إخواني الأعزاء هكا كتستمر الأمور، يعني وكدير عشرة ديال العسالات كما كتشوفوا معايا. انا ما غنخليش هادشي على النص، غنكمل معكم، غنكمل معكم. هكا اخواني الاعزاء جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. أنا كنطل من الفوق إخواني الأعزاء كيبان لي الأرض من التحت، ما بين خلية ما بين إطار وإطار كيجي فوق الإطار نيت، وكتشوف الأرض من الفوق. نكمل معكم إخواني الأعزاء. هكا ثلاثة وثلاثة ستة. نعاود نزيد إطار واحد خر. إذا كاين هنا واحد، الله، جوج، ثلاثة، ربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية. وغادي نستمر على حسب العلو، ندير عشرة، ندير حداش، ندير اثناش، ندير على حسب الخليات اللي عندي. وهكا كتستمر إخواني الأعزاء. غادي نحيد هادو، وهذا ها هو تاني فيه واحد، الله، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة الإطارات. هذا غادي نديروه من الفوق. علاش غنديروه من الفوق؟ حتى هو عنده شبكة ديال الغربال كما كتشوفوا معايا، شبكة ديال الغربال. وكناخدو قفالة كما كتشوفوا معايا، هذا هو عنده شبكة ديال الغربال، وعنده هاد ربعة العويدات على الجناب كما كتشوفوا معايا. وكنجيبو مقفالة بحال هكا وكنديروها من الفوق. علاش كنديروها من الفوق؟ كنديروها بحال هكا من الفوق. كنديروها من الفوق بحال هكا. نجيب مقفالة شوية تكون خفيفة،
لاحظوا معايا اخواني الاعزاء كيفاش درت لها، باش كتبقى كتدخل لينا الريح من الفوق وما تدخلش لينا الشتاء. غادي نحيد هادو اخواني الاعزاء، غادي اللي درنا لها القزينه من الفوق وخلينا لها التنفيسه كنحطوها يعني من الفوق. علاش كنحطوها من الفوق؟ باش هادي كتخرج لينا البرد وما كتدخلش لينا الشتاء في وسط الاطارات. ومن بعد كنكملوا شغلنا اخواني الاعزاء بحال هكا، كناخذوا الكوبريت وكنديروه شي مزمار ولا شي قزيره ولا شي سطل ولا شي حاجه، وكنديروه لتحت ديال هذيك الطبيله اللي شفتو معايا، وكنبخروه وكيطلع التبخيره ديال الكوبريت في وسط الاطارات، يعني كتبخر وكيطلع في وسط منه حتى كيخرج من الفوق. وكنبخروه اخواني الاعزاء خطره 15 يوم كنزورهم ونطلع عليهم ونبخرهم. ملي كينبخرهم جوج خطرات ولا ثلاثه الامور كتسرح وما كيمرضوناش اخواني، ما كتضربهمش التونيه وكنحتاجوهم في الوقيته واحده اخرى. وتبارك الله عليكم والله يحفظكم ليا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بقات لينا التبخيره، ما بخرت لكمش الاطارات كيفاش ديروا لهم. غتاخذوا مزمار ولا شي سطل ولا شي حاجه فين ديروا العافيه من تحت منهم وديروا فيه الكوبريت، والكوبريت غادي يتبخر وغادي يطلع في وسط الشبكه ويطلع لينا في وسط الاطارات ويخرج لينا مع الجانبات من هنا. والله يسخر الاخوان وتبارك الله عليكم والله يحفظكم ليا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.